مرحبا من أرمينيا، البلد رقم 42. أولا، نوافير المي الموجودة بكل مكان في العاصمة. كنت أفكر إيطاليا مركز النوافير بالعالم، بس طلع في منافس. بكل مكان راح تشوف ناس ماشيين بيوقفوا بيركعوا بيشربوا من النوافير وبيكملوا مشي. هاي النوافير متأصلة بثقافة المدينة لدرجة إنه لما الناس يلتقوا بيحددوا واحدة من النوافير كمكان للالتقاء.